الموضوع ديالنا كما لاحظت في الفشل ديال الفيديو هو علاش وقفت او لا غبرت من السوشيال ميديا لمده 30 يوم او لا شهر بلاش كليب تبعني انستغرام غادي يعرف علاش لانك دبت من ستوري وفسات علاش غادي نغبر ولي ما عرفنيش كان انفيتيك تفولوني في انستغرام وفولوني في يوتيوب كنتي كتبعني ما عرفنيش في يوتيوب مرحبا بك دونك خليكم معايا غادي نفسركم علاش علاش خاصك تكون عارفه ولان حنايا هما لا جينيراسيون لا بلو كونيكتي او موند فين ما كتكون غادي كتكون كتمشي غير رجليك هاز التليفون كتكون كتسين لي ترونسبور اون كومون ديالك هاز التليفون كتكون اون سال داتون هاز التليفون ديالك حتى في الماكله اللي هي تقريبا واحد الوقيته ان بو ساكري اللي خصنا نتكونسونطراو وناكلو فيها مزيان تكون هاز التليفون ديالك وكتقلب لي نوتيف كتقلب تو على لي ميساج كتقول لي امير شنو هما الحوايج اللي خلاوك اللي دفعوك دير هاد الاكسبيريونس هادي الوغ جوج حوايج الحاجه الاولى هي كنجاني ان بورن اوت ما بين شهر جوان وجويي كنت حاسس براسي عييت ساتوري ما بقيتش قادر نزيد لا في خدمتي لا في كرياسيون دو كونتوني كنت كنحس براسي مجبر نجاوب الناس ديو كنبغي ندير فيديو باش ندير فيديو باش ما نغبرش يعني ما بقاتش عندي ديك المتعه باش نكون اكتيف باش نعاون الناس باش نجاوب الناس نبارطاجي لي مون بيرسونيل ديالي ما بقاش عاجبني الحال قلت خاصني نحبس لا دوزيام دي شوز اللي كانت واحد النهار جو بونس كامل بحالي الوقيت اللي كتفكر فيهم بزاف كتطرحوا فيها ديك الاسئله الفيلسوفيه او الفلسفه المهم هي الوقيته ديال الدوش كنت كندوش مع راسي كنت مع راسي علاش حتى تقريبا كتضيع هذا الوقت في السوشيال ميديا اولا في التليفون اون جينيرال في النهار دونك انستالت واحد الابليكاسيون سميتها تراكين ريكورد في التليفون ديالي وتعاملت عادي بوندون عادي بوندون اون سيمين ما قطعت والو باش نعرف شحال كنضيع هذا الوقت في التليفون لقيت راسي تنضيع 6 السوايع في النهار لي زابليكاسيون كنستعمل بزاف شكون هما انستغرام واتساب يوتيوب اي فيسبوك هادو هما فين تضيع لي 6 السوايع ديالي في النهار ايماجين معايا 6 السوايع هي شحال في السيمانه هي 42 ساعه هي 1.7 داي في الشهر هي 8 ايام في العام هي 90 يوم دونك تصور معايا كتمشي ديك 90 يوم من حياتك في العام حتى ما غاديش تشد التليفون تما بديت كنفكر قلت امير ستوب ايوا نكمل الجمع بعدا وديك الساعه نقول لكم لي بريكونسيون اللي درت باش نقطع عليا هاد البليه هادي اون فوا بوغ توت اي اختطاها الهويش ايماجيني معايا النهار يلا تيبدا اول حاجه كدير طبعا هاد الحاتف يقرب ديال التليفون دونك كتمشي تشيكي لي نوتيف في التليفون كتشوف الميل ديالي كتشوف انستغرام كتشوف لي ميساج عاد كنوض اول حاجه كتبدا بها هي كتشوف التليفون تيلمون بليل بي هو الاول كنصبحو عليه ثاني حاجه لاحظت ثاني ملي كنخرج كنشوف صحابي كنمشي مثلا نتغدى برا اولا نمشي شي بارك فيه شي مناظر زوينه ما كنحاولش نستمتع به شخصيا واني كنحاول نبين بانني كنستمتع في السوشيال ميديا هذا هو الغرض اللي توقع فيه كلشي يعني كيسحابك ملي كتشوف داك السيد او داك الشخص راه مسالي وهذا تعطيك ديك النظره بانه راه عايش الحياه راه بلاصه زوينه ايتترا واني او فون دو لوي راه ماشي هو هذا داكشي اللي كنقدرالي يعني كنبارطاجي شي حوايج اللي انا فريمون ما كنحش بهم اي كنبارطاجيهم باش كنتسمى كنبارطاجي ان كونتوني واخا انا ما كنستمتعش بديك اللحظه اللي عايشها دونك السؤال اللي كنت كنسول راسي في ديك اللحظة هو واش فعلا السوشيال ميديا هو المشكل ديال هادشي كامل واش فعلا كاين سايد افيكتس ديال السوشيال ميديا على الطبيعة ديال الانسان ديال التحدي درت ان تشالنج قلت غادي نقطعو مدة 30 يوم باش نشوف واش فعلا كاين سايد افيكتس واش فعلا داكشي كان مأثر على لا كرياتيفيتي ديالي على البوست الخدمة ديالي صراحة كنت ميزي بحالي مقمر ما عارف واش فعلا هذاك هو النجاح المشكل اولا لا واني كان خاصني نجرب باش باي ذا واي الفيديو دابا اللي راكم كتشوفوا راني خدام كندير المونتاج دابا دونك امير كيفاش غادي تتعامل مع هاد الوضعيه دونك عادي تنجي من الخدمه كنمشي للخدمه الصباح كندوز النهار ديالي تما كنري ندخل للدار كنبدل حوايجاتي لا روتين دائما كنعلق الشكيره تنعلق صوت البلاصون تنحيد الصباط كنمشي ندخل لبيتي دونك عاد ملي كندخل للدار كتبدا عندي نهار جديد يعني بلاش كتعرفوا نتي انستغرام تعرفوني بان عندي سايد بروجيكت نخدم عليهم بوحدي سوغ انترنيت تندير تريدين حتى هو دونك فوالا تندخل تنجعل البيسي ديالي اوتوماتيكمون تركب التليفون تبدل حوايجي و تنعطي راتك الخدمة الحاجة اللي بهراتني في هاد التشالنج هذا سكو ملي كنرجع للدار تنلقى ديما عندي لينيرجي باش نخدم باسكو فغيمون تنحس براسي مرتاح مهش لهم ما عنديش بزاف المشاكل و كنبغي نزيد نخدم يعني لو كور ديالي او العقل ديالي كنلقاه مازال حاسو يقدر يعطي و كنبقى خدام دونك اون فوا كنسالي الخدمة ديالي كنشد التليفون كنديزاكتيفي لا 4G كنديرو موديفيون باش ميديرونجي حتى شي حد كنحاول ناخذ لا ليبرتي طوطال باش ندير اللي بغيت الحوايج اللي كنديرهم باش نحاول
داك الوقت اللي كنضيعو في التليفون او على السوشيال ميديا هو وليت كنقرا وليت كنسري كتبه وكنقراو مكتوبه فريمون اللي تعجبوني باسكو انا ماشي داك النوع اللي تيقرا بزاف ولكنني باش كنحاول نمشي نلقى كتبه اللي تعجبوني بزاف وكنحاول نستافد منهم وكنوط داكشي اللي كيعجبني باش كنحاول نوظفو بلايص اخرين. حاجه اخرى هو ملي كنوقع لي هاد المشاكل فريمون ما بقيتش كنديها في راسي بزاف كنخلي شعري كبير الحيط ديالي كتكبر وجهي ولا عامر بالحبوب دونك بديت فريمون نحاول حتى في راسي نحاول نديها فيه نحاول نعتني براسي. ثاني حاجه اخرى هو لا بوف او الماكله اللي كناكل دائما كناكل برا ما كنجيش ما كتلقاش الوقت باش تاكل في الدار ولكنني قررت نبدل هادشي اللي غيولي عندي وقت اكثر حيتاش كنحط التليفون ما بقيتش كنستعملو دونك وليت كنحاول نطيب في الدار كنحاول نطيب ماكله صحيه وما بقاش غير نشري من الزنقه. شنو كتسمعوا؟ ما كتسمعوا والو هكا يلاه الصداع ديال لي كوفير ملي درت الديتوكس ديال السوشيال ميديا كنت فريمون تنتمتع ديك اللحظه اللي كنجي كناكل فيها باسكو اشاك فوا كيما وليت مقبلات فين ما كنتي كتجي كتاكل ديما التليفون حداك ديما خاصك تشوف شكون يصيفط لك ميساج كتجيك نوتيفيكاسيون خاصك تشوف شنو هي سناب شات انستغرام فيسبوك يوتيوب دونك عندك بزاف د الحوايج كيتلفوك ما تيخليوكش حتى تاكل على راحتك. فريمون دابا وليت كنعرف الماكله منين كدوز ليا كنرتاح ولا طارمي لي ميور ميمون اللي كندوز في النهار هو ملي كنجي كنجلس كنلوح التليفون تلقى قبل ماكلتي وكناكل ما كندير حتى شي حاجه كناخذ واحد 15 مينوت فريمون كنرتاح ما كنسمع فيها حتى شي حاجه بعيد على كل شيء اي تنستمتع بالوجبه ديالي بصحه. نسيتكم نتوما زاني هنايا لا فيديو قربت ثاني دونك نديرو ريزومي ديال هذا التشالنج هذا اللي خدا ليا 30 يوم ولا فيديو واحد الان راه واخد عليا اكثر من 5 شهور باش نقادها باسكو فريمون شكل جديد ديال لي فيديو اللي ما ريما درتو مي حاول نتحدى نفسي ونديفلوبي راسي هاد الحوايج هادو تعلمتهم من هاد الفتره هادي اللي دوزت سي كو داك الوقت اللي كنت كنضيع في التليفون باش كنحاول نجمعهم ومن بعد هي التليفون نتعلم حوايج جداد حاجه حوايج جداد اللي تعلمت سي كو هي نقرا كتبه وليت كنبغي نقرا الكتوبه ماشي غير نقراهم باش نقراهم وين فريمون كنستافد وكنتعلم بزاف د الحوايج وانا كنتطور. حوايج تاني نسيكو هي اللي عندهم علاقه مع لا بيرسون ديالي وليت كنحاول نتهلا في راسي اكثر نحاول نخرج راسي اكثر نتهلا في صحتي كنحاول كيما شفتو كنحاول نطيب الماكله في الدار مابقاش ناكل غير برا باش كنلقى فريمون تلقى راحتي ندير ديك المسائل ديال جمع الكوزينه جمع الدار ايتترا مابقاش كندير شي غير بزز وليت كنعرف لا فالور ديال اي حاجه كنديرها في حياتي. حوايج خرين سكو هي اللي عاونتني بزاف هي في خدمتي سكو ما بقيتش كنشوف النهار فيه غير 8 سوايع ديال الخدمه وينو ملي كنشوف النهار فيه اكثر من 24 ساعه يعني 24 ساعه كامله يمكن لك دير فيها بزاف ديال الحوايج يعني ماشي بالضروره دير بحال كلشي تيقول لك لا خصك تنعس 100 سوايع كتنعس 100 سوايع راه كتضيعها لا بالعكس انا كاين شي مرات اللي كنعس 3 4 سوايع وتنخدم ولكنني كنخدم وانا عاجبني الحال يعني واحد الطاقه زادت فيا اللي ما كنتش فيه شحال هادي كرياتيفيتي زادت وليت كنبغي ورجعت كيما كنت كري لو كونتوني اللي كنت كندير شحال هادي وليت ما بقيتش كنتسوق واحد الحاجه اخرى وليت كنتسوق الناس فريمون داكشي اللي كيريحني هو اللي كنديرو يعني ملي كنحس براسي مجبر ندير شي حاجه كنبعد منها وما كنتسوقش لي كريتيري ديال الناس. هادي حاجه مهمه نفعتني وليت كنضبط الاوقات ديالي كاين حوايج اللي خصني نديرهم في الوقت ديالهم الحوايج اللي ما خصنيش نتقرب لهم دونك تعلمت بزاف ديال الحوايج في هذا التشالنج هذا. لا كيسيون كي سوبوز دابا واش لقيت الجواب على السؤال اللي طرحناه في الاول واش السوشيال ميديا فريمون عندهم سايد افيكتس على الحياه ديالنا؟ فعلا عندهم سايد افيكتس ولكنني على دو نيفو على النيفو بيرسونيل اي نيفو بروفيسيونيل. سوغ النيفو بيرسونيل غنفسر لكم ملي كتكون في السوشيال ميديا تيوريوك الناس تيوريك كل شيء يعني كتشوف شنو كاين بس كتشوف فين مسافر كتشوف شنو تياكل كتشوف فين تيخرج كتشوف شنو كيصوب واش كيمشي على رجلي ولا كيمشي في الطوموبيل دونك هادشي كامل تيخليك دير دي كومباريزون هادشي كامل يقدر يخليك ينوض عندك واحد الاحساس ديال البغض ديال الحسد ديال الكراهيه ديال الحب ديال بزاف ديال الحوايج شي مرات كتكون جالس كتسيي هذيك لا بيرسون اللي كتبغيها ولا عزيزه عليك ولا فوقاش غتجاوبني دارت لي في فوقاش هادي يعني هادشي تيخليك تدخل فواحد الدوامه اللي انت ما محتاجهاش ما عندك ما دير بها يعني ايماجين هادشي كامل اللي عاودك عليه غتكونوا حسيتوا راسكم فهادشي اللي عاودك هاد ليزيكزوم الصغير عطيتكم غتكونوا حسيتي براسكم وقعوا ليكم كتقول وبصاكم ماكش الهضره هادي ياك ما تقلق ياك ما هادي هادشي كامل ملي كتبعد من السوشيال ميديا تيبقاش دونك ايماجي هاد المشاكل كاملين تيتحيدوا. بغيتي تهضر مع شي واحد تكونتاكتيه وتقول له شي حاجه هز التليفون عيط له هز التليفون قول له اجي نشوفك كتهنى من بزاف ديال المشاكل هادشي وقع ليا في دي غولاسيون بيرسونيل يعني داك لو كونتاكت باغ لي ريزو سوسيو خرج على لي غولاسيون ديالنا دونك ما كاين ما احسن من لو كونتاكت هومان فاس ا فاس
هذه احسن حاجه. هذه اللي استفدت منها في لو نيفو بيرسونيل. في نيفو بروفيسيونيل تيكون كتضيع بزاف ديال الوقت اللي يمكن لك دير فيه دي فورماسيون اي ليرنينغ، تعلم بزاف ديال الحوايج، ديفلوبي راسك، بزاف ديال الحوايج اللي كتضيع فيهم الوقت. تخيل مثلا كتكون مثلا غنجي غير نخدم ندير شي حاجه، كتشوف يوتيوب فيديو فيها 7 دقائق تنقول نشوف هاد غير كتشوف 7 دقائق كتعطيك في سوجيستيون شي حاجه اخرى كتعجبك، كتقول نشوف هاد غير فيها قسمين كتبقى غادي غادي تلقى جوج سوايع مشات. دونك هادي شي بزاف ديال الحوايج اللي بانوا ليا يعني كيما قلت لكم سايد افكت تو ليفلز البيرسونيل والبروفيسيونيل. الحمد لله دابا رجعت، ماشي رجعت كي كنت، ولكني خففت ليتيليزاسيون ديالي ديال لي ريسورسو يعني وليت كنكري دي كونتوني سور انستغرام سور يوتيوب سور فيسبوك، مي ما كنستعملوش ديك الدرجه اللي كنت كنستعملو، نبقى نجاوب في لي ميساج، نبقى نجاوب هذا وهذا وهذه وهذه. انا كنحاول نخدمو على حسب داكشي اللي كنخدم فيه انايا، داكشي ديال اليوتيوب ديالي، داكشي ديال البيزنس ديالي، ولكني باش نبقى نضيع فيه وقتي لا. فوالا جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم، الى عجبكم بحال هكا لي فيديو قولوا لي خليهم لي في لي كومونتير باش نحاول ندير لكم فيديوهات اخرى على شكل نوع فريمون عجبني الحال بحال هكا. كنبارطاجي معكم اليوميات ديالي بواحد لا فاصون الجديده اللي ما عمرها دارت. دونك فوالا ما تنساوش تابوناو في يوتيوب انستغرام، لايكوا لا فيديو عجبتكم، بارطاجيو مع اصحابكم، داكشي كامل راكم عارفينكم. نشوفكم لا فيديو بروجي ان شاء الله. تشاو.